عندما يصبح الصراع داخل الوطن بين الصوت والرصاص فمن المؤكد أن الصوت سوف ينتصر. الرجل كان يتمتع بعلاقات مع الجميع، ما عنده خطوط. هذه الجريمة بصماتها الآن وين ممكن أن توديك كخيط أولي في التحقيق؟ أي محقق من المهنيين بدق بساعات حقيقة يعطيك من الفاعل أو من هي الجهة التي قامت بالتهديد. مثلا أي قاضي يتعرض إلى تهديد فيما إذا فتح أي ملف خطير جاني الحقيقي يحتمي في ظل الاتهامات المزيفة أو العشوائية. السقوط في القرارات أصلا ما في لا دولة ولا لا دولة. استهداف الهاشمي هو استهداف إلى الكامل. أمريكا رهانها في العراق هو سيد الكامل. كل دول العالم خولت أمريكا بالتصرف أزاء العراق. والله بس ينتقف بس يوقف هذول يشردون جهل. تمكنوا من السلاح وتمكنوا من الوطن. هل يحتاج فعلا أن يذهب الآن في ظل هذا الذي حاصل إلى إيران؟ السفير الإيراني طلع البارحة في بغداد يقول إحنا باقين ما زال الحشد باقي. هذا صراع شيعي فوقي بين زعامات لم تتفق بيوم من الأيام. هل سيرى السيد المالكي أو سوف يتعامل مع السيد الكاظمي على أنه جدا؟ الآن الإيرانيين بحاجة إلى واحد وسيط. تريدون تطلعون الأمريكان؟ ما يطلعون بالسلاح الأمريكان.